هي بالأحرى اعتداءات كبيرة جدا وواسعة جدا من قوات الشرطة على المعتصمين الموجودين هناك. كان عدد كبير من المعتصمين موجودين هناك. قامت الشرطة الإسرائيلية بالاقتراب من الأهالي هناك والاعتداء عليهم بالقنابل الصوتية، بالغاز المسيل للدموع، بالمياه العادمة دون أي سابق إنذار ودون أي شيء معين. عادة ما تنذر، ما تهدد، ما تتوعد، لكنها مرة واحدة اقتربت وبدأت بالاعتداء على الجميع. هناك شريط فيديو يظهر الاعتداء على سيدة داخل سيارتها مع بناتها التي كنا موجودات معها داخل السيارة دون أي مبرر، لا شيء يبرر الاعتداءات، ولكن دون أي سبب واضح للاعتداء على السيارة. كما رصدنا بالأمس اعتداءات واضحة من قوات الشرطة الإسرائيلية على الصحفيين الموجودين هناك. تم منعنا من التغطية وتم الطلب منا نقل مكان وجودنا إلى مكان آخر، وتم تهديدنا بالهروات وبإلقاء قنبلة صوتية إن لم نفعل ذلك. اشترطت الشرطة الإسرائيلية على عدد كبير من الصحفيين هناك إن أرادوا الدخول إلى حي الشيخ جراح بأن يتزودوا ببطاقة عمل صحفي صادرة عن نقابة الصحفيين الإسرائيلية، وعدد كبير من الصحفيين يرفضون ذلك إما لأسباب مبدئية وإما لأسباب مهنية مثل عملهم في وسائل إعلام أخرى لديهم منها بطاقات صحفيين. هذا التضليل، هذا التضييق على عمل الصحفيين وهذه الاعتداءات المتواصلة على الأهالي تشير إلى أن إسرائيل بدأت بالانزعاج من التغطية الإعلامية الواسعة التي يحصدها حي الشيخ جراح ليس محليا فقط بل عربيا ودوليا أيضا. لذلك رأينا العراقيل التي تضعها بشكل متواصل ومتزايد على حي الشيخ جراح وعلى عمل الطواقم الصحفية فيه، ربما مستغلة لانشغال المجتمع الدولي والانشغال العالم بما يحدث في قطاع غزة وبالتصعيد داخل الخط الأخضر، فربما تسعى لاستغلال هذا الانشغال لفرض قواعد عمل جديدة في حي الشيخ جراح المهدد بالإخلاء.